افلام فاتن حمامه؟ قلتها بصوت واطي ليه كده خجلا؟ لا هو صوتي بس. لا بوضوح. ليه؟ لاني يعني انا مش عشان هي ما عملتش الدور كويس، لا هي عملت الدور كويس بحاسسها، وانما انا بعتبر ان انا لما بجيب فيلم قديم علشان اعمله اذا ما كنتش اقول وجهه نظر جديده، او يعني انا بعمل فيلم في الستينات او بعمل فيلم في الاربعينات او في الخمسينات، لما اجي اعيده على الثمانينات مشاعر الناس اتغيرت في الثمانينات. هو الموضوع كله مغامره، لانه مش بس لانه لفاتن حمامة، ولكن يعني انا بعترض على اي فيلم نجح نجاح كبير انه يتعاد، ومهما كان